وصفتنا عم نعملها باستخدام قلاية فيليبس اير فراير. وصفتنا لليوم هي وصفة كتير محبوبة بمطبخنا اللي هي السموسة. السموسة او السمبوسة بالعادة بيقلوها بكمية كبيرة من الزيت. اليوم رح فرجيكم كيف منقدر نعملها بطريقة تانية بكمية اقل من الزيت، بحيث ناخد 80% او اكتر حتى نسبة اقل من الكوليسترول والدهون. رح نشوف مع بعض كيف رح نعملها. عجينة السموسة بتجي جاهزة من السوق، ما في داعي نعذب حالنا ونشتغل فيها بالبيت. عندي شرائح العجينة، الشرائح السموسة. السموسة بتنحشى لحمة، خضرة أو جبنة. اليوم أنا اخترت أني أحشيها نوعين من الجبنة اللي هن الحلوم والتشيدر تشيز. جبنة الحلوم أنا قطعتها مكعبات، والتشيدر بس برشتها على المبرشة. حنخلط نحن الجبنة مع بعضهم ونضيف لهم شوية سبايسز أو شوية بهارات بس لنعطيهم طعمة أكتر. رح نضيف جبنة الحلوم ومنحط عليها التشيدر. حنضيف حلون الجبنة وحنضيف عليها نعناع يابس، رشة صغيرة، وكمان رشة من الكمون حبيبنا وصديقنا بالمطبخ، ومنخلط، ورشة من الفلفل الأسود. رح ناخد العجينة. عجينة السموسة كتير حساسة مثل ما قلنا، انه لازم تكون دائما مغطاية اذا عم نشتغل فيها، والاحسن تكون مغطاية بمنشفة رطبة. هاي ورقة السموسة كتير رفيعة. حاخد كمية بسيطة من الحشوة وحطها على طرف العجينة بحيث انه انا اقدر لف العجينة بشكل مثلث. ومنسكر الضلع على الضلع بحيث بيتسكر كله معنا. لما نوصل لهون اخر جزء من العجينة، حادهنها انا بشوية زيت بس مشان اقدر لزق العجينة على بعضها. بهالشكل صارت المثلث السموسة جاهز. اوكي، وهلا مثل ما شايفين نحن خلصنا حشينا السموسة بالجبنة، ومثل ما شايفين ما استخدمت زيت ابدا انا، بس حطيت شوية زيت شي بسيط بس لاني لزق العجينة ببعضها. انتو فيكن تضيفوا زيت، فيكن تدهنوا العجينة كلها بزيت، بس كمان هذا اوبشن انه انتو تطبخوها بدون زيت بالمرة. رح نصف السموسة داخل الاير فراير. رح اختار درجة حرارة 100 وخمس دقائق، تمام، ست دقائق رح حطها ومنشغل. وهلا السموسة او السمبوسة صارت جاهزة. شايفين كيف اخذنا اللون الذهبي الكتير حلو؟ ورح جربها. كتير طيبة ومقرمشة من برا، والجبنة لسه طرية وبنفس الطعمة، وما احتجت لزيت كتير وما احتجت لقليها بزيت كتير، بس حطيت لها زيت شي بسيط. كتير طيبين، لازم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم.